ايه ده؟ انا لسه بردانة جدا. اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان البرد؟ اعمل ايه عشان ادفى؟ ايه جات لي فكرة دافية، قصدي في فكرة هايلة. انا هجيب دفاية. مش هينفع اشغل الدفاية عشان انا صغيرة، وما ينفعش احط الفيشة في الكهرباء. لازم حل تاني. واي واي، لا حل تاني، حل تاني يربين. حل حل يكون، لازم يكونوا بسرعة. لقيتها كوباية ينسون سخنة. ما فيش احسن من اليانسون السخنة عشان البرد. اروح اروح احط مية في البراد، في البراد. ايه البراد؟ مش هينفع اعمل ينسون. ما ينفعش اشغل البوتاجاز لاني لسه صغيرة. الكبار هما بس اللي بيشغلوا البوتاجاز. مش معقول مش معقول مش معقول، ازاي ما فكرش في الحل ده قبل كده؟ النهاردة بابا أخدني باب الشعرية علشان أشوف مصنع إزاز قديم قوي. بابا قال لي إنهم بيعملوا أشكال حلوة قوي من الإزاز المتكسر. وصلنا لمبنى صغير في آخر الشارع ودخلنا من باب صغير قوي. أول ما دخلنا لقينا إن الدنيا حر قوي جوه. بابا قال لي الحر ده عشان النار اللي مولعينها في الأفران اللي بيسيحوا فيها الإزاز. اللي بيعمل الإزاز اسمه عم حمدي. أنا لقيته بيولع الفرن وبعدين جاب إزاز قديم متكسر ورماه جوه الفرن. من كتر ما النار جامدة الإزاز بيسيح وبيبقى عامل زي العجينة. وبعدين لقيت عم حمدي رمى بودرة فوق الإزاز السايح. بابا شرح لي ان البودرة دي اسمها اكسيد، وهي اللي بتخلي الازاز لونه ازرق او اخضر او اصفر. على فكرة عم حمدي فرجني انا وبابا على الادوات اللي بيستعملها عشان يعمل الازاز. دي اسمها ماسورة، ودي ماشة، اما ده مقص. لقيت عم حمدي حط الماسورة في الفرن واخد بيها شوية من الازاز اللي عامل زي العجينة، وبعد كده ابتدى ينفخ في الماسورة. لقيت الازاز السايح بقى بيتنفخ زي البالونة بالظبط. بعد كده ابتدى عم حمدي يقص البالونة اللي عملها، وبعدين ابتدى يشكلها زي الصلصال بالظبط. بابا قال لي ان ممكن نعمل من الازاز اشكال كتيره جدا، مش بس كوبايات واباريق. شفنا بقى صبحي وهو بيعمل اشكال حلوه قوي من الازاز. صبحي عمل كوره، ورد صغير، واشكال تانيه كتير. ده كمان يعملها بسرعة قوي. صناعة الإزاز عجبتني جدا، خصوصا الأشكال اللي صبحي كان بيعملها.
أنا قلت لبابا إني عايزة أتعلم أعمل إزاز زي صبحي علشان أعمل أشكال وألوان كتيرة. بابا قال لي كمان كام سنة لما أكبر شوية. التصوير خلص خلاص، لكن أنا عاوزة أفرجكم على أهم المشاهد اللي في الفيلم بتاعي. جاهزة إنمام؟ جاهزة كوخة. ماشي، تلاتة، اتنين، واحد. لما يكون الجو برد لازم نلبس لبس تقيل عشان البرد ما يخليناش ناعي زي ما انا لابس تقيل اهو، لان الجو برد جدا. نروح. يلا والمشهد اللي بعد يا خوخه. بكره يا نمنم، الجو برد قوي النهارده. يلا نروح عشان نتدفى. فصل الصيف. فصل الصيف. فصل الخريف. فصل الشتاء. فصل الربيع. فصل الصيف. والآن مع رحلات عالم سمسم. جميل جميل جدا. ازيكم النهارده؟ بالعصايه السحريه دي هجيب ثلاث
حاجات بتبدأ بحرف الطا. يا سلام، طعمية. كلمة طعمية فعلا بتبدأ بحرف الطا. ياه، دي لسه سخنة وريحتها حلوة. ودلوقتي هجيب حاجة تانية. طماطم. كلمة طماطم برضو بتبدأ بحرف الطا. لذيذ قوي حرف الطا ده. طحينة. وكلمة طحينة برضو بتبدأ بحرف الطا. دلوقتي بقى عن إذنكم ألحق الطعمية قبل ما تبرد وأعمل بيها سندوتش مع الطماطم والطحينة. أهلا بيكم في مسرح منوعات عالم سمسم. استعراض النهاردة استعراض جديد، استعراض كبير، يقدمه لنا رباعي أضواء المسرح فلفل وخوخة ونمنم وفلة. ودلوقتي مع استعراض فصول السنة. بص شوف مين يا فلة، بص شوف مين يا فلة، شفت الخريف نازل بنفسه نفسه نفسه، غير لكل الشجر لبسه لبسه لبسه. اوعوا تستغربوا اوعوا تنسوا تنسوا تنسوا، قريبوا كتير وفصولنا كتيرة. الشتا جاي شادد فيله حلو حلو، برد معاه والمطر في ديله ديله ديله، يا خسر نهاره طول ليله ليله ليله، ويفصل بصفورة وتباشيرة. شوف من هيجي تاني، يا محلى يومه يومه يومه، جميل نسيب له فرحة كبيرة. شوف مين هيجي تاني، بص شوف مين يا خوخة، بص شوف مين يا خوخة، شفت السيف قهوية الأجازة أجازة أجازة، مصيف واللعب آخر لزازة لزازة لزازة، والشمس وحار تعرفش لماذا لماذا لماذا، البس له خفيف وبلاش تكشيرة. فصول السنة أربعة، بص شوف مين بص شوف مين شفنا فصول السنة الحلوة حلوة حلوة، عشانكم عملنا ليها غنوة 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 في عالم سمسم. راح نستنى 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 أغاني تانية كتيرة جميلة. فصول السنة أربعة، thank you.
شمس شمس. ازيكم؟ النهارده حر جدا وانا حران قوي، لكن عندي تصوير مع المخرجة خوخة ولازم استحمل الشغل في الحر. يلا يا جماعة جهزوا استوديو بسرعة. يلا هاي استاذ فلفل جاهز؟ ايوه انا جاهز، بس حاسس اني حران جدا وبصراحة كده عاوز اشرب حاجة ساقعة. ما ينفعش دلوقتي، لكن ممكن بعد التصوير، وبعدين هما جملتين بس، اصلا مستعجلين جدا. طيب طيب هحاول. يلا بقى يا سامح قلل الإضاءة. ايوه دلوقتي رخ يا مطرة. يلا بقى يا ناصر شغل الرعد. هيل هيل والبرق كمان يا ريت. ملابس. لا 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 مش معقولة، يعني مش هقدر ألبس كل ده، أنا حران ومش هقدر ألبس أي حاجة، أنا عاوز أقلل لبسي شوية. ما ينفعش، ممكن تعمل كده بعد التصوير، لأن دلوقتي بنصور مشهد شتاء، أهم مشهد في الفيلم. طيب أنا أحاول، مع إن أصعب حاجة إن أنا أمثل مشهد شتاء في الفيلم وتكون الدنيا صيف في الحقيقة. فين الدفاية؟ أنا عاوز الدفاية هنا اكسسوار، عشان لما الدنيا بتبقى برد بنستخدم دفاية. لا لا يا أستاذة خوخة، أنا عاوز تكييف، أنا حران جدا. أنا عارفة إنك حران يا فلفل، لكن المفروض إن قصة الفيلم بتحصل في الشتاء، لازم شغل دفاية. لكن إحنا في الصيف يا أستاذة والدنيا حر. ما أنا عارفة، استحمل يا فلفل، هما جملتين وخلاص. طيب طيب هحاول هحاول. كلاك يلا كلاكيت. فيلم في الشتاء الدنيا برد، مشهد 50 أول مرة. أكشن. أنا بردان لأن في الشتاء الدنيا بتبقى برد، ولما هيجي الصيف هبقى حران لأن في الصيف الدنيا بتبقى حر. ستوب هيل هيل يا أستاذ فلفل. يعني أنا قلت الجملة بتاعتي كويس؟ كويس قوي الحمد لله، أنا بصراحة كنت قلقان جدا من المشهد ده. دلوقتي بقى ممكن تعمل اللي انت عاوزه، ممكن تقلع اللبس التقيل اللي بحررك في الصيف. لا 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 انا كده مرتاح قوي، ده انا بحب الشتاء جدا ولازم افضل متقمص الدور لحد ما اخلص كل التصوير.